السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا بعض التطبيقات المهمة اللي خصهم يكونوا في سمارت فون ديالك. تطبيقات مهمين، تطبيقات عمليين، فيهم بزاف ديال الزاستيس زوينين، وعلى بركة الله غادي نبداو إن شاء الله. واللي أول مرة كيشوف الفيديو ديالي تابونا في لاشين، بارطاجي الفيديو، وأي حاجة خصاتكم راسلوني وإن شاء الله يكون خير. أولا غالري ديال جوجل فوتو، هاد التطبيق زوين، كيقاد لك تصاور بحال هو تابع جوجل فوتو قريب لي، غير هو زوين وخفيف، كيقاد تصاور كيف ما بغيتي، ستيل زوين. جربو حتى هو. هذا هو التطبيق الاول، فيه دارك مود، فيه هو تيخدم عاوتاني اور كونيكسيون، ماشي ضروري حتى يكون عندك جوجل فوتو عادي يخدم، تيخدم حتى في الجاليري عادي. زوين عجبني. تاني تطبيق اللي خصو يكون مهم في التليفون ديالك هو ادوب ريدر، اللي كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون كيقراو البي دي اف، ولكن بالنسبه ليا كنفضل ادوب ريدر اكروبات، اللي حتى هو خفيف وكيعزل لك لي دوسي ديالك بي دي اف، كينظم لك لي ليفر ديالك بي دي اف مزيان، وتطبيق زوين حتى هو، من الضروري اللي خصهم يكونوا. ما فيش البيبليسيتي، دوك لي زابليكاسيون اللي بقاو يطلعوا لك الاشهار الاشهار الاشهار. ثالث تطبيق هو هذا، تطبيق ايات، تطبيق القران الكريم، حتى هو كيشنا فيه الشرح، فيه بزاف ديال الحوايج زوينين. هادو من التطبيقات زوينين وما فيهمش حتى الاشهار وداكشي. تطبيق هيرويغو، هاد هيرويغو سبق ليا ودرت عليه فيديو. هيرويغو تيخدم اور كونيكسيون وخفيف، كتيليشارجي المدينة ولا البلاد اللي انت فيها، وكيخدم اور كونيكسيون، وفيه بزاف ديال الترافيك، بزاف ديال الحوايج حتى هو مزيانين وخفيف. اللي بغى يشوف الفيديو الشرح ديالو كيفاش كيخدم، كيفاش تيليشارجي المابس، كيفاش تخدم اور كونيكسيون، الفيديو غادي تلقاوه في البيبليوتيك عندي. هذا ادوب سكانر، ادوب سكانر حتى هو كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون بحال هاد الشكل، كاين اوفيس لانس، كاين سكانر، ما كيف كتشوفوا هنا في الجنب، ولكن كنفضل انا هذا. ادوب سكان ملي كتخدم الكاميرا وكتحط حداه واحد الفيشي، واحد الفورميل ولا ورقه كارت فيزيت شي حاجه بحال هكا كتحطها، هو كيسكانيا اوتوماتيكمون، فيه داك سكانر انتيليجون تيقلب على لي بوين ديال هذيك لا كارت فيزيت وكياخذهم وكيسكاني لك بحال الا مسكاني في الامبريمونت. والتطبيق التالي هو هذا جوجل كونتاكت، كاين الناس كيخدموا بجوجل كونتاكت، لا قدر الله تيقول الله يدعو لي نوامر ولا شي حاجه، من الاحسن يسجلهم في الجيميل جوجل كونتاكت، لوقيت اللي غادي يبدل التليفون غادي يلقاهم هما نيت، ما غاديش يبقى ترونسفيري ولا غادي يبقى عاوتاني اكسبورتي امبورتي من الكارت سيم من هنا، كيبقاو في جوجل جيميل وكتخدم بهم في اي سمارت فون، اي بي سي دخلت عليه غادي تلقاهم. حتى هو زوين، ما فيش هاد لي زابليكاسيون كاملين ما فيهمش الاشهار، ما فيهمش داكشي ديال التبرزيط، كاين هذا عاوتاني جوجل لانس، حتى هو كيصور لي، كيدير لك الروشاش، كيدير لك بزاف د الحوايج. هاد التطبيق هذا التالي، مثلا حنا اعتدنا باش نقلبوا نديروا ريسيرش في جوجل بالكلمات ولا بالجمل ولا بشي حاجه، ولكن هذا تيقلب بالتصاور، كدير ريسيرش بالتصاور، مثلا كتشوف شي تصويره وكتعرف تبغى تعرف شنو هي وشنو المعنى ديالها وفين وشكون الاصل ديالها. بعض الخطرات كاين شي ناس كياخذوا شي تصاور وكينسبوهم ليهم، تقدر تاخذ ديك التصويره وتحطها في لابليكاسيون وتشوف واش كاينه ولا ما كايناش، كيعطيك بزاف ديال التصاور كيشبهوا ليها ولا هي نيت شكون الاصل ديالها، شكون مولاها زعما. والتطبيق حتى هو زاد المسلم،
كنحتاجوه بزاف، فيه اذكار صباح اذكار مساء من التطبيقات المهمة اللي خصها تكون عندنا في الهاتف ديالنا. تطبيق باش ديكوبي التصاور ديالك، ولا كانت شي حاجة اخرى. تطبيق افضل تطبيق جربته ديال الاذان هو هذا الاذان نوتيفي. هذا التطبيق ما عندي ما نقول صراحة، اللي خدمه تبارك الله عليه. كاينين بزاف كيف قلت ديال هذوك التطبيقات ديال الاذان، ولكن هذا التطبيق هو اللي نصحكم به. وجميع هاد الروابط غادي تلقاوهم في ديسكريبسيون. والتطبيق التالي هو الشريط. هاد الشريط تقدر بلا ما دير لا بلوتوث لا والو ترونسفيري بيه لي دوني ديالك. تانستالي مثلا في التليفون ديال صاحبك، وتليفون سمارت فون اخر، وترونسفيري بزاف ديال لي دوني في وقت وجيز على طريق الواي فاي. كتكونيكتا ساهل داكشي، اولا كتانستالي لوجيسيال ديال الشريط في بيسي. ملي كتانستالي حتى كتكون تتكونيكتي من بيسي للتليفون، وكتبقى ترونسفيري لي دوني. وداكشي خفيف حتى هو زوين، ضمن التطبيقات الضروري اللي خصهم يكونوا في الهاتف. زيادة على ذلك تطبيقات ديال الراديو، على حسب إذا ما كانش الراديو في التليفون. وتطبيق مايكروسوفت ايبر لابس اللي كيصور لك مثلا كتكون غادي بسيارة بيكا لا موتور، كتم غادي في الطريق تتصور، وكيدير لك لاكسيليراسيون، كيزرب الفيديو واحد طريقة زوينة. وتطبيق الموالي هو تطبيق فينك، اللي حتى هو سبق لي درت عليه تيتوريال. هاد التطبيق فينك اللي حتى هو من الضروري اللي خصك تانستالي باش تعرف شكون اللي مكونيكتي معاك في الريزو واي فاي ديالك، شكون اللي دخل، شكون اللي تكونيكتا معاك، معاش دخل معاش خرج هاد الاي بي. كيعطيك حتى السميه ديال داك لاباري اللي تكونيكتات واي فاي، مثلا سامسونج تلفازه ولا شي حاجه اخرى بحال هكا. كيفاش نفس الصوره. وكيف قلت هاد لي زابليكاسيون كاملين المهمين. كاين لي سمارت فون ما تقدرش دير فيهم هادشي كامل، ولكن دخل غير المهم. وان شاء الله الرحمن الرحيم اي حاجه خصها تكون من اي استفسار داسروني في جيمايل. وما تنساوش ديروا ابوني لاشين، بارطاجيو الفيديو. السلام عليكم، تهلاو.